قلت أحمد هيا هيا اكتب إلى إسحاق بن إبراهيم، اكتب ما أقوله لك، اكتب إليه بأن يبعث أحمدا وصاحبه حالا إليه، مفهوم؟ سوف يدفع ثمن كل ذلك، سوف يدفع. ما عرف قدره أمير. أخالف أميره. هيا انحني يا هذا. أمرك يا أمير المؤمنين. تجرأ علينا ونحن أمير المؤمنين. خاتم الأمير يطلب الإذن للدخول. ليدخل إليه. السلام عليكم ورحمة الله يا أمير المؤمنين. عليك السلام ورحمة الله. إني جيت بأحمد بن حنبل. أحمد؟ تقول أحمد؟ نعم يا مولاي. هيا ليدخل إليه. تعال. اسمع ما أقوله. أقسم بغرامتي من رسول الله، إن لم يفعل ما أقوله سوف تقطع رأسه. هيا. يعز عليه يا أبا عبد الله أن المأمون قد سل سيفا لم يسله قبل ذلك، وبسط نطعا لم يبسطه قبل ذلك، وأنه يقسم بغرامته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لئن لم تجبه إلى قوله ليقتلنك بذلك السيف. بر حلمك هذا الفادي حتى يتجبر على أوليائك بالضرب والقتل. اللهم فإن يكن القرآن كلامك غير مخلوق فاكفنا مهنته. نادي بابي دعني وشأني. دعني. أين أبي الملك؟ أين أبي الملك؟ دعني. مات أمير المؤمنين مأمون رحمه الله وولي الأمر المعتصم طول الله عمره. مات أمير المؤمنين مأمون رحمه الله وولي الأمر المعتصم طول الله عمره. Thank you.
حاكم الأمير يطلب إذن للدخول. بل يدخل إليه. السلام عليكم ورحمة الله يا خليفة أمير المؤمنين. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. إني جيت لأحمد بن محمد. فليدخل. نعم يا مولاي. أدو لي أدو اركع أمام الملك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا هذا السؤال؟ إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله. إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. لولا أنك كنت في يد من كان قبلنا ما أتعرض إليك يا عبد الرحمن. نعم يا مولاي. هذا أمرك بأن ترفع المهنة. الله أكبر يا أمير المؤمنين، هذا فرج للمسلمين. والله يا أمير المؤمنين الضال مضل مهتدع، وهؤلاء قضاتك وفقهاؤك فسلمهم. يا ابن أبي دواس. نعم يا أمير المؤمنين. ناظره. يا أحمد، إن الله يقول في القرآن: إنا جعلنا قرآنا عربيا. ويقول عيسى في سورة الأنعام: الله خالق كل شيء، أوليس القرآن شيئا؟ هيا أجبني. أجبه. يقول الله تعالى: تدمر كل شيء بأمر ربها. هل دمرت كل شيء أم دمرت ما أراد ربها؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. يا أمير المؤمنين، لقد كفرك وكفرنا جميعا. أجره. يا أحمد، ما تقول في القرآن؟ أجبه. أجبني هيا. القرآن من علم الله، ومن زعم أن علم الله مخلوق فقد كفر بالله تعالى. يا أمير المؤمنين، هذا كافر ضال مضل. أحسنت يا رجل، أنت على الحق. هو حتى أجيبهم إليها. شدك الله يدك. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون.
خذوه واتقنوه إلى ديارك.